عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جبت لكم طريقة معرفة المحتوى الرائج لأي دولة حبيتوها. كما راكم تشوفون دخلوا للقناة، نروحوا للإعدادات، بعدها نضغط الإعدادات العامة ونروحوا للموقع الجغرافي ونخيروا أي دولة يعني حبيتوها. أنا حنختار الجزائر ونشوف المحتوى الرائج فيها. كما راكم تشوفون عاود نولي للقائمة الرئيسية للقناة أو لليوتيوب بهذه الطريقة، نضغطوا عليها راح تحصلوا على هذه الواجهة. نضغطوا على المحتوى الرائج ونشوفوا يعني المحتوى اللي راه رائج عندنا في الجزائر. اذا كان هذا هو الفيديو لنهار اليوم، تحبوا اي دولة تضغطوا عليها وتخرج لكم المحتوى الرائج فيها. اذا كان هذا هو الفيديو تاعي لنهار اليوم. سلام.